كما ينضم إلينا من القاهرة أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي. مساء الخير دكتور نبيل. إذن الدوحة تواصل عدوانها بتصريحات ومطالب مثل هذا المطلب لتدويل الحرمين رغم الجهود التي نراها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ماذا تريد الدوحة بمثل هذه التصريحات الآن؟ لا شك أن الدوحة هي في موقف ضعيف الآن، لأنها وجدت أنها قد انكشفت وأصبحت واضح أنها تؤيد وتدعم الإرهاب وانتهاك حرمات وعدم مراعاة قواعد القانون الدولي وخاصة في المنطقة العربية وغيرها، فهي تريد أن تثير بعض المزوبعات التي لا قيمة لها، وأيضا وأنه يتدخل الآن في إحدى شعائر الإسلام وعفوا في إحدى شعائر الإسلام التي لا بد أن يكون هناك رد فعل على هذه المطالبات وأن يكون هناك اتجاه لدعم المملكة العربية السعودية، لأنه لم يحدث منها أي فوضى أو أي أخلاف بل أو اختلافات، بل أنها كانت ما زالت تدير الحج بالرغم من الصعوبة بالرغم من التكتل لكثير من الحجاج والذين يقضون العمرة من جنسيات مختلفة وألوان مختلفة ولغات مختلفة. ولذلك فأنا أرى أن ما تطالب به الدوحة بهذا الشأن هي فرقعة أو بالونة فرقعة مفرقعة في هذا المجال، ولا يجوز أن تكون أن تترك هكذا. لابد من تقوم الدول العربية وأن يقوم جماعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي أيضا بجحد هذه المقولة ودعم المملكة العربية السعودية. نعم دكتور نبيل، هذا المطلب أيضا كما صرح بعض الضيوف الذين استضفناهم في سياق هذه النشرة يعتبر اعتداء على سيادة دولة أيضا، رأي القانون الدولي في هذا الجانب؟ لا شك أن الاعتداء هو يعني مسألة لابد أن يكون هناك يعني أحد اتخاذ خطوات معينة في هذا، لكن مجرد المطالبة لا فهي ادعاء ضعيف. نعم. في هذا الشأن، ولكنه يمس سيادة الدولة فعلا، وفي نفس الوقت فإنه يمس الدول الإسلامية، ويجب ألا نقصرها على المملكة العربية السعودية، بل هو هجوم على الدول الإسلامية والمسلمين وشعائر الإسلام وهي ديانة معترف بها من العالم. نعم من القاهرة أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، شكرا جزيلا لك.